بدأت كاوازاكي كشركة لصناعة السفن في عام 1896 في مدينة كوبا اليابان. الشركة المشهورة جدا بدراجاتها النارية السريعة، حيث صنعت أول دراجة لها عام 1961. وكاوازاكي أشدو إير هي أسرع دراجة تستطيع شراؤها، فمحركها بقوة 1000 سي سي يولد 300 حصان لتصل سرعتها إلى سرعة 400 كيلومتر في الساعة بزمن قياسي الذي يصل إلى 26 ثانية فقط، وهي سرعة جنونية وخطيرة جدا. ولتصل إلى هذه السرعة تحتاج إلى جسم خفيف، لذلك صنعت الشركة الدراجة من الكربون، فهو أخف وأقوى من الحديد، تصميمه مختلف ويعكس القوة والسرعة على الشارع، فهذه الدراجة مصنوعة فقط لمحترفي القيادة.